مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج منشيت صحافة وجولة صحفية جديدة، نرصد من خلالها منشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي أحمد العيسى. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. أهلا فاطمة، رحب فيك ورحب بالأخوة المشاهدين. والبداية من صحافتنا المحلية بعد هذا الفاصل. البداية من صحافتنا المحلية وبالتحديد من صحيفة النهار، وهذا المنشيت: ممثل سمو الأمير سمو رئيس الوزراء يستقبل قيادات شركتي مايكروسوفت والفابيت وجوجل. وفي تفاصيل الخبر كتبت أن ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أكد في تصريح صحفي عقب اللقاءات على أهمية التعاون المتواصل بين شركات الكبرى الخاصة بالتقنيات الرقمية ودولة الكويت لتسهيل بيئة الأعمال في البلاد وجذب المزيد من الشركات العالمية ذات القيمة الفعلية المضافة لخلق فرص عمل للكوادر الوطنية الكويتية وتعزيز رأس المال البشري، ما يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. وأشار سموه إلى اهتمام الحكومة بتهيئة البنية التحتية الرقمية للبلاد وتعزيز الأمن السبراني بما يساهم في خلق بيئة عمل استثمارية مناسبة تواكب ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في النظم التقنية وتلبي احتياجات وطموحات البلاد المستقبلية. وفي صحيفة الجريدة: ممثل سمو الأمير يستقبل الجراح الكويتي والضاح الرفاعي ويؤكد دعم الحكومة للكفاءات الوطنية. أعرب عن تقديره لما حققه من إنجاز بتعيينه رئيسا لمجلس أقسام الجراحة في مستشفى جامعة كرايتون. إذن أستاذ أحمد، مثل هذه اللقاءات التي يقوم بها القيادة السياسية بشكل عام لها تأثير بالتأكيد إيجابي على دولة الكويت. الآن ممثل سمو الأمير رئيس مجلس الوزراء يستقبل ممثلي جوجل وأيضا شركات عالمية كبرى وأيضا الجراح الكويتي. برأيك تأثير ودلالات هذه اللقاءات؟ أول شيء خلينا نبتدي مع وضاح الرفاعي. وضاح الرفاعي طبعا قامة كويتية، اليوم هو يرأس واحد من أهم مراكز الأبحاث في أمريكا، وهو يعني دكتور جراح كويتي، وبالعكس هذا أنا أعتبره تقدير له وامتنان من القيادة السياسية لمواطنينها، خاصة اللي يعملون في مناصب أو مواقع يعني مهمة في العالم. فيما يتعلق في موضوع جوجل ومايكروسوفت، ما يخفى على المشاهد أن الكويت عندها اتفاقية اليوم مع جوجل لتنظيم مراكز حفظ البيانات وإدارتها، وهناك شركة اليوم تعمل، شركة جوجل تعمل بشكل مباشر باستثمار مباشر قيمة 300 مليون دينار كويتي، الهدف منه العمل على يعني إدارة ملف التحول الرقمي وتدريب الكفاءات الكويتية وتأهيل البنية التحتية الرقمية إذا جاز لنا التعبير، وهذا الهدف الأساسي منه هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بمستوى يعني خلينا نقول تقنية المعلومات اللي موجودة بالكويت، وأيضا تدريب الكوادر الكويتية من خلال هذه الاتفاقيات اللي موجودة. فلقاء سمو ممثل الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء في نيويورك مع ممثلين هذه الشركات، هو الهدف منه استكمال هذا الخط اللي تم تدشينه من بداية السنة، يعني لما قررت جوجل أن تفتح شركة في الكويت. نعم. وكان ذلك يمكن قبل 4 شهور في مايو الماضي. يعني بالطبع هي خطوة جدا إيجابية، خاصة يعني نحن شاهدنا يعني أمس زيارة رئيس مجلس الوزراء يعني إلى نيويورك، وأيضا هذه الاتفاقيات التي جرت والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية. أما صحيفة السياسة قالت أنه مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ طلال الخالد على إطلاق النسخة التجريبية لإدارة منصة تواصل من الأحد المقبل، وذكر أنها منصة تعنى باستقبال جميع مقترحات واستفسارات وشكاوى المواطنين، وبالإمكان استخدامها من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل.
وفي إطار جلسة مجلس الوزراء، كتبت صحيفة القبس أن مجلس الوزراء وصف ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله بين البلدين بأنه ادعاءات تاريخية باطلة. وفي صحيفة الراي نقرأ هذه العناوين: الوزاري الخليجي يدعو بغداد إلى اتخاذ خطوات عاجلة وجادة لمعالجة الآثار السلبية. الكويت تبلغ واشنطن بالمغالطات والإساءات الواردة في الحكم العراقي في شأن خور عبدالله. دول مجلس التعاون: الحكم تضمن حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق. هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية. ولازلنا في نفس السياق مع هذه العناوين في صحيفة الجريدة: العبدالله شارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول الخليج ووزير الخارجية الأمريكي، عقد على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. قدم سردا لحيثيات حكم الاتحادية العراقية وما تضمنه الحكم من مغالطات وإساءة تجاه الكويت. بلينكن شدد على التزام بلاده نحو حفظ أمن وسلامة الكويت وسيادة وحرمة أراضيها. عناوين أخرى نقرأها في صحيفة الأنباء: قائد القيادة المركزية الأمريكية للقوات الجوية عقد مؤتمرا صحفيا في مقر السفارة. غرينكويتش: الكويت شريك لأمريكا من خارج الناتو والتزامنا بأمنها مستمر. قاعدة علي السالم الجوية: مصدر لوجستي رئيسي لتزويد قواتنا في المنطقة بالإمدادات اللازمة. نقدر إمكانات وقدرات السلاح الجوي الكويتي ونعمل معهم منذ تسعينيات القرن الماضي. أزور الكويت عدة مرات سنويا للتباحث مع قيادة القوى الجوية الكويتية في قضايا الأمن الإقليمي. قلقونا من مشروع الصواريخ الباليستية الإيرانية كمصدر تهديد بالمنطقة والوضع مثل الثمانينيات. صحيفة الوسط تناولت خبرا حول موافقة المجلس البلدي في جلسته أمس على طلب مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع. خبر آخر حول تأكيد وزارة المالية بالكويت في بيان رسمي صدر عنها تعرض أحد أنظمتها للاختراق عبر فيروس، موضحة أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة. وأضافت الصباح أن وزارة التجارة والصناعة من جانبها نفت ما تردد جملة وتفصيلا بأن موقعها الإلكتروني تعرض لهجمات من هاكر. بالأمس أستاذ أحمد، يعني تم تداول مثل هذه الأخبار بأن هناك هاكرز اخترق عدة مواقع رسمية حكومية في الدولة. السؤال هنا، يعني الأمن السبراني هل هو موجود بالفعل لحماية يعني على مستوى مثلا الأشخاص والمؤسسات الحكومية؟ هو الخبر اللي طلع أمس المتعلق في وزارة المالية ووزارة التجارة، طبعا وزارة التجارة نفت حدوث أي اختراق وأكدت أن النظام عندها يعمل بشكل مستمر، لكن فيما يتعلق في وزارة المالية هناك تأكيد بأن هناك اختراق لأحد أنظمتها. وإحنا سبق يمكن على مدى السنة هذه والسنة السابقة، السنة الماضية أيضا تعرضت بعض الجهات الحكومية لاختراقات وتم الإعلان عن ذلك رسميا. يعني الجيد في الموضوع أن يتم الإعلان والتأكيد بشكل رسمي والتأكيد على ضرورة التعامل مع الموضوع وفقا للقنوات والإجراءات المتبعة. اليوم مسألة أنظمة المعلومات والبرامج المستخدمة يجب تحديثها وتطويرها بشكل مستمر، وهذا يمكن يؤكد على دور المركز الوطني للأمن السبراني ويؤكد على دور أيضا الجهات ومسؤولياتها في متابعة ما يحدث فيما يتعلق في موضوع البرمجيات وضرورة تحديثها. لكن يعني هذا ما ينفي مسؤولية أو وجود أو ضرورة يعني التحقيق لمعرفة مسؤولية أو من المسؤول عن ذلك، هل هو خطأ موظف، هل هو خطأ في النظام، هل هو خطأ في السيرفر أو أيا كان. لذلك يعني يجب التأكيد على أن يعني الكويت
ليست محصنة بالكامل من مسألة التعرض لهجمات خلينا نقول إلكترونية تمت، لكن يجب عليها مواكبة التحديثات المستمرة في هذا الموضوع، وهذا يعني أكد دور الجهات المعنية بما فيها المركز الوطني للأمن السبراني اللي تأسس يمكن قبل سنة ونص ولا يزال يعني يمكن في طور العمل حتى نعم. الآن يعني. نعم، إذا الكويت ليست محصنة كما حضرتك ذكرت كليا. دول العالم كلها ليست محصنة، مو بس الكويت. نعم. يعني كل ما صار في تقدم في مسألة التكنولوجيا أيضا يكون هناك تقدم في مسألة الجريمة الإلكترونية. نعم. فيعني هذا هذه المسألة. المهم أن يتم التعامل مع هذا بالضبط. الشأن يعني بشكل سريع تفاديا لأي مثلا بالضبط. مشاكل قد تحصل. أتفق معك. إذن مشاهدينا، منشط الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، نتابع منشطات الصحف العربية والعالمية. قراءة في أبرز ما جاء في الصحف العربية والعالمية، ونبدأ من صحيفة لوموند الفرنسية وفيها نقرأ: سكان درنا يطالبون بمحاسبة المسؤولين بعد الفيضانات المدمرة. وفي التفاصيل تقول لوموند إن المئات في مدينة درنا بشرق ليبيا احتجوا أمس الاثنين تعبيرا عن غضبهم من السلطات، وطلبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أسبوع من مقتل الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها. وطلب المحتجون بمحاسبة مسؤولين منهم رئيس البرلمان الليبي عاقلة صالح خلال مظاهرة أمام مسجد الصحابة. وتأتي التظاهرة في حين يواصل عناصر الإغاثة البحث عن آلاف المفقودين الذين يعتقد أنهم باتوا في عداد الأموات من جراء الفيضانات. أستاذ أحمد، كيف ترى مثل هذه المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بمحاسبة المسؤولين؟ يعني نحن نعلم أن هذا الإعصار، إعصار دانيال، يعني هو كارثة طبيعية يعني، ولكن زاد من آثارها السلبية هو وجود لنقل قصور من قبل السلطات أو المسؤولين في الدولة. نعم، هو فاطمة، قبل ما نتكلم عن القصور اللي صار فيما يتعلق في موضوع انهيار السدين، احنا لازم نأكد على أن اليوم ليبيا تقودها حكومتين، حكومة في الشرق وحكومة في الغرب. فدرنا في المنطقة الشرقية والحكومة المعترف فيها والمعتد فيها بالأمم المتحدة هي في طرابلس، فلذلك هناك تنافس سياسي ما بين يعني المنطقتين جغرافيا، وهذا انعكس على حالة المتضررين من الفيضانات اللي صارت. يعني احنا اليوم نتكلم بعد 9 أيام من إعصار دانيال والانهيار اللي صار في السدود، وهناك كلام على تحذيرات كانت من جهات مسؤولة بضرورة إجراء صيانة على السدود وتوقعات بحدوث أمطار غزيرة وغيرها من هذا الكلام، لكن يعني المتضررين ليس أمامهم إلا الاحتجاج على ما يرونه من يعني انقسام في المواقف سواء السياسية أو حتى في التعاطي مع هذا الملف. يعني كيف تتعامل الحكومتان يعني مع ما يحدث الآن في ليبيا؟ يعني الآن ليبيا كدولة واحدة هي يعني متضررة لنقل. نعم، هم الناس متضررين أكثر من الدولة. يعني احنا نتكلم على تقريبا بحدود 11,000 قتيل، وقاعد نتكلم على يعني آلاف من النازحين. مأساة آلاف من النازحين. نعم. يعني والمتضررين يعني بيوت ومناطق بأكملها جرفتها السيول يعني، وشفنا المشاهد. أتوقع أن اليوم يعني يجب أن يكون هناك فريق عمل مشترك ما بين جميع الأطراف بإشراف الأمم المتحدة، بإشراف الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إشراف منظمات إغاثية دولية. الهدف الأساسي هو يعني التيسير على الناس وعلى المتضررين. نعم. وبعدها يعني الخلاف السياسي كان من 2011 ولا يزال، ولا يعني ولن يحل إعصار ولن يحل يعني كارثة طبيعية يعني. نعم. لكن احنا المهم بالنسبة لنا اليوم ضرورة التعامل مع مأساة الناس اللي يعني يفقدوا سواء أقاربهم أو أهلهم أو حتى يعني ممتلكاتهم الشخصية. بالفعل نتمنى ذلك. أن كما حضرتك ذكرت أن المتضرر الأول هم يعني السكان في مدينة درنا، يعني أعانهم الله.
أما في صحيفة البيان الإماراتية نطالع تعقيم المناطق المتضررة من زلزال المغرب واستئناف الدراسة. وفي التفاصيل تقول البيان إن فرق الإنقاذ في المغرب واصلت أمس عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض بعد زلزال الحوزة المدمر. وباشرت عناصر من القوات المسلحة الملكية المغربية مجموعة من عمليات التعقيم والتطهير الواسعة في عدد من المنازل المنكوبة والمتضررة بقوة، بينما أعلنت السلطات استئناف الدراسة في المناطق الأكثر تضررا. وقامت الحملة التي وصفتها وسائل الإعلام المغربية بالكبيرة بتطهير وتعقيم عدد من المباني التي تنبعث منها رائحة التعفن، إضافة إلى أماكن دفن جثث الحيوانات والمواشي التي قضت جراء الزلزال. أمريكا وإيران تتبادلان السجناء والمليارات. تحت هذا العنوان كتبت جريدة الشرق الأوسط تقول إن الولايات المتحدة وإيران أنجزتا صفقة الأسرى التي شملت إفراجا متبادلا عن سجناء وتحرير أرصدة إيرانية مجمدة بواسطة قطرية. وذكرت الشرق الأوسط أن طائرة قطرية حطت في إيران لنقل السجناء الأمريكيين الخمسة المشمولين في الصفقة، في وقت أعلن فيه المحافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين رسميا وصول الأموال المفرج عنها 6 مليارات دولار إلى حسابات بنكية إيرانية محددة. وأضاف أن 6 بنوك إيرانية فتحت حسابات لدى مصرفين قطريين لإيداع الأموال فيها. كيف ترى أستاذ أحمد هذه الصفقة المتبادلة بين إيران وأمريكا بوساطة قطرية؟ التاريخ يعني من وجود النظام الحالي في إيران في نهاية السبعينات وحتى اليوم شهد عديد من المفاوضات وعديد من اتفاقيات تبادل المساجين أو الأسرى مقابل الإفراج عن أسلحة ومقابل الإفراج عن أموال محتجزة في بنوك، يعني أموال إيرانية محتجزة في بنوك ما في دول العالم. ويمكن هذه الصفقات رعتها أكثر من دولة، اليوم قطر، قبلها كانت سويسرا، قبل في يوم من الأيام الجزائر، في يوم من الأيام عمان. وهذا التاريخ يعني مستمر في التعامل ما بين الطرفين. يعني هناك توجه أمريكي اليوم لحلحلة بعض الملفات في المنطقة، وأبرزها موضوع الاتفاق النووي الإيراني والعلاقة مع إيران والعلاقة مع دول آسيا ودول شرق آسيا، يعني محاولة حد لنفوذ الصين في المنطقة. وأيضا هذا احنا قاعد نشوفه يعني بأكثر من طريقة وأكثر من ملف. يمكن القمة اللي فاتت سواء قمة العشرين أو قمة فيتنام كانت رايحة في هذا الاتجاه. لكن المهم بالنسبة للأمريكان أن هناك 5 محتجزين تم الإفراج عنهم من السجون الإيرانية، يعني هم مواطنين أمريكيين يحملون الجنسية الإيرانية أيضا. والإيرانيين يعني فرحون بالحصول على 6 مليار كانت محتجزة في كوريا الجنوبية. الأمريكان يقولون احنا حصلنا المساجين دون أن ندفع أي دولار، والإيرانيين يقولون أن احنا حصلنا فلوسنا بدون ما نقدم أي تنازل من التنازلات اللي موجودة. فهو يعني اتفاق واضح أن الهدف منه تحسين صورة الطرفين والخروج بأقل الأضرار الممكنة. وهذا يمكن مقدمة حق بعض التوجهات اللي راح نشوفها خلال الفترة الجاية، خاصة أن احنا نتكلم على يعني انتخابات إيرانية مقبلة وأيضا انتخابات رئاسية أمريكية جاية أصلا بالتريجة. وجود صفقة يعني مشتركة بين إيران والولايات المتحدة، هذا ينبئ بأن سياسة كل البلدين سواء إيران أو الولايات المتحدة مختلفة ومتغيرة، وبالتالي يعني تعاملهم مع الأحداث الراهنة أيضا ستتغير. بالضبط، لان احنا اليوم اللي قاعد نشوفه ان يعني كل الطرفين يعني كل الطرفين يبحث عن مصلحته، وكل الطرفين يعني يرى ما هو الافضل بالنسبه له. ويعني مثل ما قلت لك في البدايه هو استكمال اصلا يعني لمسيره طويله من تبادل الاسرى والمساجين ومقابل الحصول على يعني امتيازات ماليه وغيره من 1981 في بدايتها، لما كان في طلب امريكي بالافراج عن المحتجزين في السفارة الأمريكية، واستمرارا للصفقة اللي صارت أمس.
وفي خبر آخر وعن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كتبت جريدة الشرق القطرية أن أنظار العالم تتجه اليوم الثلاثاء إلى مدينة نيويورك، حيث من المنتظر أن تلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78، والتي ستكون حافلة بالتأكيد بالعديد من الملفات الاقتصادية الساخنة التي ستطرح أمام صناع القرار العالمي لمناقشة التحديات وسبل تذليلها، وصولا إلى حلول مستدامة لمواجهتها والخروج منها بأقل كلفة. أستاذ أحمد، كيف ترى الدورة الجديدة لاجتماعات الجمعية العامة، وأيضا ما هي الملفات برأيك التي يفترض أن تكون لديها يعني الأولوية في الطرح والمناقشة؟ طبعا أجندة الأمم المتحدة في اجتماعها 78 حافلة بالملفات، لكن احنا ما يعنينا بالدرجة الأولى خلينا نقول محليا وكويتيا وإقليميا هو مسألة يعني المباحثات التي يقودها وزير الخارجية فيما يتعلق في موضوع اتفاقية خور عبد الله. وشفنا يعني أنه كان في أمس اجتماع مع وزراء الخارجية الخليجيين بحضور وزير الخارجية الأمريكي، وسبق أيضا اجتماع وزاري خليجي في الرياض، ويعني واضح ان الكويت راح تستفيد من هذا الموضوع بهدف توعية العالم بما حدث في المحكمة من قبل المحكمة الاتحادية العراقية والمغالطات التي ساقتها في حديثها عن الحكم مثل ما تفضلتي قبل شوي. لكن احنا المهم بالنسبة لنا ان الجهة التي اودعت عندها الاتفاقية اللي هي الأمم المتحدة اليوم هي التي يجب ان تتابع تتابع ما حدث، خاصة ان يعني احنا قاعد نتكلم على اتفاقيات دولية وقاعد نتكلم على موافقات برلمانية وتشريعية وإجرائية تمت من 2013 بعد ما تمت الاتفاقية. لذلك انا اعتقد ان الملف الأساسي بالنسبة لنا اليوم بالكويت هو حسم موضوع اتفاقية عبد الله والمغالطات التي ساقها الحكم، وايضا يعني الحيثيات التاريخية اللي ما كان لها داعي وردتنا في الزمن الى 1990. نعم. وهذا يعني ما لم يكن متوقعا. وزير الخارجية الكويتي امس يعني ابدا استياءه وابدا استنكاره يعني ما يحدث من الجانب العراقي. بالضبط، واحنا نقول ان اليوم الكويت يعني امامها فرصه وهي ستستغل هذه الفرصه ومن خلال الحشد والعمل الذي تقوم فيه هناك. لكن فيما يتعلق في الاجتماعات العامه للامم المتحده، طبعا هما ابرز ملفين اليوم او ابرز ثلاث ملفات اللي هو ملف التنميه وملف المناخ والتغير المناخي، واليوم اضيفت له مساله الاستجابه للحوادث والكوارث والجوائح التي يعني تجتاح العالم، خاصه بعد يعني وارتباطها اصلا بشكل او باخر في مساله التغير المناخي، خاصه ان احنا قبل شوي نتكلم على يعني عاصفه يعني تضررت منها درنا، لكن هي في واقعها كانت نتيجة مسألة تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة ويعني ما يحدث في حوض البحر الأبيض المتوسط. ولذلك يعني اليوم هذه الملفات الأساسية التي يعني ستنظر فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة أن هذه الملفات يعني تهم العالم أجمع. بالفعل. يعني ملف المناخ يعني المتضرر منه جميع الدول، لا يقتصر على دول معينة. و الجدير بالذكر استاذ احمد، يعني انا دائما اقول ان يعني الدول الاوروبيه او الدول الغربيه تتعرض لازمات مناخيه، تتعرض لاعاصير، تتعرض لفيضانات، ولكن التعامل مع هذه الاجواء الطبيعيه الغير مستقره يكون لديها حرفيه اكثر من الدول العربية. فبالتالي يعني نتمنى بالفعل أن تطرح استراتيجية للتعامل مع الكوارث الطبيعية. أنا أتوقع هو بالأصل المسألة ليست مسألة الاستراتيجية، هي المسألة مسألة صيانة خلينا نقول البنى التحتية، وأيضا مسألة يعني التوقع وغير المتوقع، لأن احنا قاعد نتكلم على يعني أمطار في غير مواعيدها، قاعد نتكلم على حرارة يعني أكثر من المعدل، قاعد نتكلم على مسألة تغير دخول الفصول في مواعيدها، فهذه يعني تؤثر بشكل أو بآخر. هذا يتوجب على الجميع العمل على مسألة صيانة البنى التحتية، ويعني مثل ما قلت لك توقع يعني غير المتوقع، أو العمل بافتراض سيناريوهات للأزمات ممكن أن احنا نتعامل معها فيما لو تحققت. أتفق معك في هذه النقطة، يعني الأمر شامل الجميع.
أما صحيفة بيلت الألمانية فعنونت ألمانيا تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو. وتفصيلا نقلت صحيفة بيلت عن وزير الدفاع الألماني قوله اليوم أمس الاثنين أن ألمانيا سترسل إلى أوكرانيا ذخيرة إضافية ومركبات مدرعة وأنظمة لإزالة الألغام في إطار حزمة مساعدات جديدة قيمتها 400 مليون يورو، أي 427.84 مليون دولار. لكنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال صواريخ كروز من طراز توروس. وأضاف الوزير أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بذخائر إضافية متنوعة، منها صواريخ مضادة للألغام، بالإضافة إلى خطط لإرسال ملابس ومولدات الكهرباء والحرارة لفصل الشتاء المقبل. قراءة في مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم نقرأه من جريدة الشرق الأوسط للكاتب مأمون فندي بعنوان دبلوماسية الكوارث الطبيعية. يقول الكاتب: أسئلة الزلزال في المغرب والعاصفة في ليبيا يجب أن تبدأ من السؤال الجوهري الكبير، وهو لماذا لا توجد في العالم العربي دبلوماسية الكوارث؟ بمعنى لماذا ينحسر مستوى التنسيق بين الدول العربية مجتمعة للاستجابة السريعة لكوارث من هذا النوع؟ ويضيف الكاتب: في هذه اللحظة لم تتبلور أفكار واضحة من أجل عمل جماعي، وربما الأجدر أن يكون هذا العمل الجماعي من خلال منظومة عمل جديدة وفتية مؤسسة عابرة للحدود بحوكمة مختلفة وإدارة مختلفة تعتمد سرعة الاستجابة والمرونة للقيام بأعمال كبرى مثل إنقاذ ضحايا الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا في وقت واحد. النموذج هو ما يسمى بالقدرة على دخول حربين في وقت واحد على مستوى الدول، وهنا المطلوب التعامل مع كارثتين أو ثلاث في وقت واحد. ويشير الكاتب إلى أن هذا الأمر أقرب إلى تدريبات المناورات العسكرية حتى تكون ردة الفعل منظمة وليست عشوائية، مقارنة ما حدث في ليبيا والمغرب مع ما حدث في تركيا واليونان وأمريكا واستجابة هذه الدول لكوارث مماثلة، أمر يساعدنا على التعلم بشكل أفضل للتعاطي مع كوارث مقبلة. ويختتم الكاتب مقاله بالقول: الكارثة ليست فيما حدث وحده، لكن فيما لم يحدث من حيث الحد الأدنى من التنسيق والاستجابة، ولكن يجب أن نتوقع حدوثها ويكون لدينا الاستعداد والجاهزية للتعامل معها بسرعة ومرونة والتعامل مع أكثر من كارثة في وقت واحد. وقد اختبرتنا الطبيعة في حالتي المغرب وليبيا، إن لم نكن جاهزين فهذه هي الكارثة الكبرى. الكاريكاتير بعد الفاصل. كاريكاتير اليوم من جريدة الأنباء، تعليقك أستاذ أحمد. والله يعني أول شيء احنا نشكر الإخوان في الإدارة العامة للمرور على الجهود اللي يقومون فيها، يعني مو بس مع بداية العام الدراسي لكن يعني أيضا على مدار العام. يعني هالسنة كان في عندهم تحدي كبير، خاصة مع دخول تقريبا نص مليون طالب في نفس الوقت، يعني في تقريبا في مواعيد متقاربة وبعد إجازة صيف طويلة. فيعني كان أمس الاختبار الحقيقي قدامهم أن يعني يكونون يعني ان شاء الله على قد المسؤوليه، وان شاء الله يعني انهم قاموا بالدور المطلوب منهم، وعسى الله ان شاء الله يقويهم. اللهم امين. بالفعل يعني جهود وزاره الداخليه لا تنحصر فقط في هذه الفتره يعني مع بدء الدوامات او بدء الدراسه، ولكنها يعني جهود مستمره. بالفعل كل الشكر والتقدير لوزاره الداخليه على هذا الجهد. الى هنا اصل معك استاذ احمد الى ختام هذه الحلقه. شكرا. كان معنا الكاتب الصحفي والمستشار الاعلامي أحمد العيسى، شكرا جزيلا لك. شكرا، تسلمين فاطمة. وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا لمتابعتكم برنامج منشط صحافة، نلقاكم غدا، إلى اللقاء.